آخر نيوز أخبارها كلها عندنا. نهضة العنف ضد النساء طبعا حملة عالمية على مستوى العالم، وإحنا في مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون باعتبار أننا بنهتم جدا بمناهضة العنف ضد النساء، فمشاركين في أنشطة الحملة. النهاردة إحنا عاملين ورشة عمل للإعلاميين بخصوص مناهضة العنف ضد النساء في أماكن العمل، وبنتكلم من خلالها على مفهوم العنف ضد النساء ومشكلة العنف ضد النساء في القوانين والاتفاقيات، وأهمية صدور مدونات سلوك مهني لمناهضة العنف ضد النساء في أماكن العمل. في مشكلة الحقيقة بتخص العنف ضد النساء بشكل عام، منها طبعا أماكن العمل الإعلامي وفكرة العنف ضد النساء في أماكن العمل الإعلامي. مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون هي منظمة مصرية غير حكومية ذات توجه نسوي، بتعمل على دعم حقوق النساء في المجتمع المصري. احنا احد اهم برامجنا هو برنامج مناهضة العنف ضد النساء، اللي من خلاله بنقدم مساعدات قانونية مجانية للناجيات من العنف، وبنعمل انشطة تانية متنوعة في اطار بناء قدرات فئات متخصصة مختلفة فيما يخص مناهضة العنف ضد النساء، زي الصحفيين والمحامين والاطباء واطقم التمريض المعاونة ليهم. احنا في حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء السنة دي اخترنا فكرة العنف ضد النساء في أماكن تقديم الخدمات وفي أماكن العمل، واخترنا تحديدا أماكن تقديم الخدمات الطبية. من خلال صفحتنا على الفيسبوك ابتدينا نقدم مجموعة من المعلومات عن حقوق المريضة في أماكن تلقي الخدمات الطبية، عملنا فيديوهين بنتكلم فيهم عن الليل يعني لفكرة المساعدة القانونية والطبية والنفسية للناجيات من العنف، وكمان فكرة حقوقها أثناء تلقي الرعاية الطبية. طلعنا أكتر من ورقة بتتكلم عن حقوق النساء في ظل COVID-19 والرعاية الطبية المتعلقة بهم وهكذا. النهاردة وإحنا كمان بالرغم من انتهاء 16 يوم بشكل رسمي، لكن إحنا خلال ديسمبر قررنا أننا نعمل كمان ورشة عمل للسادة الصحفيين والصحفيات من خلال فكرة عالم عمل آمن للنساء. بروشتة سريعة، أولا لابد من أنه أماكن العمل الإعلامي في البداية ومع بداية التعاقد بتعمل زي تدريب للصحفيين والصحفيات أو عقد بيأكدوا فيه على فكرة عدم التسامح ونبذ العنف ضد النساء، وأنه ما فيش تسامح تجاه أي عنف هيحصل أو تحرش هيحصل في المكان، وأنه في حالة حدوثه هيبقى فيه إجراءات إدارية للتحقيق، حاجات زي كده تمام. وكمان فكرة انه لازم يبقى فيه خطوط فاصلة في فكرة الهزار والمسموح به وغير المسموح به، لانه في لحظة الناس ممكن انها بتبدأ انها بحكم الشغل بتتعامل بطريقة بسيطة فبتدي رسائل خاطئة، فممكن انه يحصل لها مشاكل سواء كان ذكور او اناث يعني تمام. لو حصل تحرش ايه المفروض تعمليه؟ اولا هتوقفي المتحرش عند حده من غير تجاوز لفظي، هتبدأي ممكن في لحظة معينة لو زود الموضوع هتعلي صوتك جوه المكان بحيث ان زمايلك هيسمعوا، هتعلي صوتك بس مش هتتخانقي تمام. هتبدأي تسألي زميلاتك إذا كان اتعرض لحد منكم قبل كده ولا لا، لأنه لو في أخريات يعني حصل لهم دوت
فدوت هيبقى في صالحها لو طلبت التحقيق. هتدون في أجندة المواقف اللي بتحصل بتواريخها وأوقاتها ومين كان موجود في المكان وقتها، علشان لو احتاجت دوت بعد شوية في تحقيق إداري أو تحقيق شرطي هتبدأ إنها تفتكر من غير ما تلخبط. تمام، وهكذا.